وعد يتجلى بالنور والقرآن لنا دستور بلسان عربي جاء يدعونا لطريق النور نبحر بمعاني القرآن بالفرحة نطوي الأحزان والخير لأجل الإنسان يرسمه القول المأثور يرسمه القول المأثور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين بعيث الحق الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة والتابعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين الإخوة والأخوات المتابعون لنا عبر أثير هذه الفضائية والمتابعات أحييكم بأجمل التحيات وأفضل العبارات وألطف الكلمات فسلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركات حرفنا لهذه الحلقة هو حرف الضاء بالمشالة وكلمتنا الظهور أو ما يتصرف من هذه الكلمة ويستخرج من مادتها وأسئلتنا المعتادة هي ما التأثير اللغوي لهذه الكلمة وكيف ترد في سياقاتها اللغوية المختلفة وما معناها في كتاب الله عز وجل هذه الأسئلة وغيرها مما سيكون محور لقائنا لهذا اليوم أعزائي الظهور لغة ضد الخفاء يقال ظهر يظهر ظهورا فهو ظاهر وظهير إذا بدا وانكشف والظهر خلاف البطن يقولون لا تدع حاجتي بظهر أي لا تتركها خلفك ومن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران فنبذوه وراء ظهورهم أي تركوا العمل به والظاهر خلاف الباطن والظاهر أيضا من أسماء الله عز وجل وفي التنزيل العزيز هو الأول والآخر والظاهر والباطن قال ابن الأثير هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه وقيل عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه وفي التمثيل هو نازل بين ظهرانيهم بفتح النون يعني بين أظهرهم والظواهر أشراف الأرض ويقال هاجت ظهور الأرض وذلك ما ارتفع منها ومعنى هاجت يبس بقلها ويقال هاجت ظواهر الأرض أيضا وظاهر الجبل أعلاه وظاهرة كل شيء أعلاه استوى أو لم يستوي ظاهره وإذا علوت ظهره فأنت فوق ظاهرته قالوا والفرق بين الظهور والبدو أن الظهور يكون بقصد وبغير قصد يقال استتر فلان ثم ظهر ويدل على هذا أن القصد للظهور
يأتي بالمعنى. يقال مثلا ظهر أمر فلان وإن لم يقصد ذلك. أما قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر فمعناه حدث، وكذلك قولك ظهرت في وجهه حمرة أي حدثت، ولما يعني أنها كانت فيه ثم ظهرت. والبدو ما يكون بغير قصد، تقول بدا البرق وبدا الصبح وبدت الشمس وبدا لي في الشيء، لأنك لم تقصد للبدو. وقيل في هذا بدو وفي الأول بدء، وبين المعنيين فرق والأصل واحد. وبعد أعزائي المتابعين والمتابعات، ما الوجوه والمعاني والقصود التي تأتي لها هذه الكلمة أو تجيء لها هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل؟ هذا ما سنتبينه بعد الفاصل بمشيئة الله. أعزائي، الظهور في القرآن الكريم يجيء على 7 أوجه، وقيل على 8 أوجه، وذلك على النحو الآتي. الوجه الأول الإبداء، ومنه قوله تعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ما بدا منها، أعني الوجه والكفين. وقوله تعالى في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بدأ. وقوله في سورة غافر أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقوله في سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني ما بدأ من معاشهم وحرفتهم. قال أبو هلال يعرفون ذلك من شدة عنايتهم به ويغفلون عن المعاد. الوجه الثاني الاطلاع، ومنه قوله تعالى في سورة التحريم وأظهره الله عليه، أي أطلعه الله عليه. وقوله في سورة الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي إن يطلعوا. وقوله في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الوجه الثالث العلو والارتقاء، ومنه قوله تعالى في سورة الكهف فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي ما استطاعوا أن يعلوه، مأخوذ من قولهم ظهر فوق البيت إذا علاه، وإنما قال استطاعوا بالتخفيف في الارتقاء، واستطاعوا بالزيادة في النقب، لأن التسور أسهل من الحفر، لذا جعل الخفيف مع السهل والثقيل مع الصعب. وفي ذلك يقررون أن الزيادة في المباني دالة على الزيادة في المعاني. ومن الباب أيضا قوله تعالى ومعارج عليها يظهرون، أي يرتقون، والمعارج الدرج. الرابع التظاهر والتعاون، ومنه قوله تعالى في سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه، يعني إن تعاونا. وقوله في سورة الإسراء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني عونا. وقوله في سورة الفرقان وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي معينا. وقوله في سورة الأحزاب وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني أنزل الذين عاونوهم من حصونهم وهم بنو قريظة، ظاهروا أبا سفيان
وراسلوا ونكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبين رسول الله عليه السلام عند زينب بنت جحش يغسل رأسه وقد غسلت له شقة، إذ أتاه جبرائيل عليه السلام فقال: عفى الله عنك، ما وضعت الملائكة سلاحها منذ 40 ليلة، فانهض إلى بني قريظة فإني قد قطعت أوتارهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبال. قال: فاستلأم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرج، فتبعه الناس وقد عصب حاجبه بالتراب. الخامس: العلو والقدرة والغلبة والقهر. ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليغلبه على كل دين ويقدره على أربابه. مثلها أيضا في سورتي الصف والفتح. كذلك قوله تعالى في سورة غافر: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي عالين قاهرين لغيركم. وهذا منه إخبار تعالى عن قيل مؤمن آل فرعون لفرعون وملئه وهو يخرج على وجهين كما نقل، أحدهما يحتمل أن يقول ذلك بعد أن سألوه أن يتبع دينهم وما هم فيه، فكان جوابه: إني لو اتبعت وأجبتكم ومعكم الملك والحشم والغلبة وليس معي ذلك، فإذا جاء بأس الله وعذابه فصرتم أنتم ممتنعين عنه، بما معكم فمن ينصرنا من عذاب الله وليس معنا ذلك. وإن كان يعلم حقيقة أن ما معهم من الغلبة لا يمنع من عذاب الله، لكن قال ما قال بناء على اعتقادهم إظهارا للعذر عندهم، كي لا يعني يقدموا على قتله، وذلك صيانة منه لحياته. ومثل هذا كما يقول العلماء لا بأس به. أما الثاني فيقول على الرفق بهم وإظهار الموافقة لهم في الظاهر، يقول: إنه قد جاءنا من الله البينات، ما أوضح لنا الحق وبين لنا السبيل، فإذا رددنا ذلك وكذبناه ثم جاءنا بأس الله جملة وعذابه فمن يمنعنا عنه وينصرنا من عذابه إذا خالفنا أمره وتركنا اتباع دينه؟ على هذين القولين يخرج منه ذلك القول. أما الوجه السادس فالظاهر الباطل، ومنه قوله تعالى في سورة الرعد: أم بظاهر من القول. قالوه حين زعموا أن لله شريكا، وأمها هنا بمعنى بل. ومنه قوله تعالى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، أي بل أنا خير. وقوله في سورة المجادلة: الذين يظاهرون من نسائهم أن يقولون باطلا. أترككم أعزائي مع كلمة جديدة ومعالجة أجد في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منه مفاهيم الإسلام نلقاها طول الأيام، تجمعنا أزكى الأحلام، والحافظ يحيى مسرور. من كل جديد ومفيد يدنو الموعد بالتجديد، والأشواق إليه تزيد بالخير فؤاد المغمور، بالخير فؤاد المغمور.